بأكثر تفاصيل على البروغرام مع سيد مدير المركز الثقافي. أكيد معنا في التليفون، يقولوا لي زملاء في الرجيم. مرحبا بك عاصمة. أهلا وسهلا عاصمة. مرحبا بك سيدي، مشكور جدا على قبول الدعوة. أكيد سي كمال العثماني مشكور جدا، مرحبا بك إن قبلت الدعوة. وباش نحكيو كما قلنا على التظاهرة هذه الموسيقية أيام مقرين، الموسيقية اللي هي تبدأ من نهار 21 أكتوبر إلى غاية 26 أكتوبر. أهلا مرحبا بكم ومرحبا بكل مستمعي إذاعة الحياة أفام. الله يخليك. حبيت نشكركم وعلى الاستضافة الحلوة ويعطيكم صحة فريمون اللي تتبعوا في الشأن الثقافي في مقرين. أكيد أكيد هذه واجبنا. تعرفوا يعني تفضل تفضل سي كمال تفضل. كما تعرفوا يعني شهر أكتوبر هو شهر الموسيقى يعني، وكذلك هو شهر هذا الشهر يتزامن مع افتتاح الموسم الثقافي 2022-2023. يعني في هذا الإطار بالذات يعني يتم يعني برمجة تظاهرة بمقرين اللي هي أيام مقرين الموسيقية. هذه اللي حبيت نسأله سي كمال، يعني في الدورة الأولى أو سبق أنه فما دورات قبلها؟ هي الدورة الأولى أكيد يعني تتزامن يعني بطبيعة مع الاحتفال يعني بشهر أكتوبر الموسيقي. خممنا يعني أنه نبعث دورة تكون معناها تتواصل على عدة يعني دورات في إن شاء الله في المستقبل، وإن شاء الله تكون معناها هي يعني البداية، ونحاول نقدموا معناها حاجات ديما نطوروها ونوصل إن شاء الله المخير يعني في دورات قادمة إن شاء الله. واضح. على كما قلنا البروغرام يبدأ من نهار 21 حتى لنهار 26 أكتوبر، شنو باش يتضمنوا غيالمون البروغرام، شنو باش نلقاو؟ ان شاء الله في البرمجه نتاعنا حبيناها تكون متنوعه وثريه، وما بين يعني العروض تكون عرض في الموسيقى، عرض شبابي في الموسيقى، ويكون فما كذلك عرض تنشيطي فرجوي للاطفال والعائله، كذلك باش يكون فما ورشات في الموسيقى على عده على عده الات موسيقيه. يعني باش يكون ان شاء الله يعني تظاهره تاتي على كل ما يهم معنا الموسيقى من خلال يعني الورشات والعروض، وكذلك معناها باش تكون ان شاء الله مداخلات ما بين الفينة والاخرى. يعني باش تكون التظاهره تجمع ما بين ما يهم الشان الموسيقي بصفه عامه في يعني مش فقط هذه. مقتصره على العروض، باش تكون زاده فما ورشات يعني موسيقيه، باش تكون فما ورشات يعني على ورشات على عده الات موسيقيه. يعني نجد مثلا باش تكون عندنا نقدم لك البرنامج نتاع التظاهرة، باش يكون ان شاء الله جمهور مقرين على موعد يوم الجمعة 21 اكتوبر 2022 على الساعة 4:30 مع عرض موسيقي شبابي بعنوان ناس الفن لمجموعة ناس الفن بقيادة الأستاذ غسان مامي. الأحد ان شاء الله باش يكون الأحد 23 اكتوبر باش يكون الساعة 3 مساء باش يكون عرض تنشيطي فرجوي للأطفال والعائلة بعنوان عام قدور يدور يدور، وهذا بتبيع في إطار تنويع معناها تنويع التظاهرة، وحتى لو يكون كذلك فما الجانب الفرجوي في التظاهرة. ثم يوم الثلاثاء تأتي الورشات، الثلاثاء 25 أكتوبر الساعة 10 صباحا تنطلق الورشات، باش يكون فما ورشة في الموسيقى اختصاص عزف على آلة البيانو تأثير الأستاذة منال حامد. الأربعاء إن شاء الله 26 أكتوبر باش يكون كذلك هناك ورشتين، ورشة أولى في الموسيقى اختصاص عازف على آلة القانون تأثير الأستاذة بشرى عاشوري، وكذلك تكون فما ورشة ثانية اختصاص يعني عازف على آلة العود تأثير الأستاذة الأستاذ أحمد الجريناوي. واضح. يعني هذه غير ما شو باش يكون في البروغرام. الوغ خلينا نذكروا الناس اللي تنجم بيان سور تكون موجوده، وين باش يكونوا اغلبيه العروض والورشات؟ العروض باش يكونوا في قاعة العروض المركز الثقافي مقرين. بالضبط. الورشات باش يكونوا هناك معناها عندنا معرفة ديزاتيليي باش يكون فيها من الورشات، عندنا اتيليي خاص معناتها بالموسيقى باش يكون فيه الورشة الأولى اللي باش تقدمها الأستاذ الموسيقى منال حامد، باش يكون معناها في الاتيليي الخاص بالموسيقى فيه خاطر فيه الآلات الموسيقية معناها ديجا انستالي كل شيء، باش يكون فما البيانو،
فما باش يدخلوا مثلا الصغيرات ولا الشباب زاد معنيين بالورشه هذه باش يلقاو معناها كل شيء معناتها منظم يستنى فيها معناتها يدخلوا ديريكت معناها مع الاستاذه في التعلم حاجه جميله جدا الحقيقه لي خاصه حتى الناس اللي انتريسي هكا بالانسترومون او بالالات الموسيقيه انه ينجموا هكا يحضروا ويشاركوا بوكو با هكا غرامهم ينجم يكبر من خلال التظاهره هذه. ان شاء الله بالتوفيق وان شاء الله التظاهره هذه نشوفوها تتعاود وتكون في ليديسيون نتاعها القادمه. دائما حاضرين ومشكور جدا شي كمال اللي دخلت معانا وان شاء الله من حسن الى احسن واحنا اكيد كاذاعه الحياه فهم دائما ان شاء الله في متابعه لجميع التظاهرات الثقافيه والموسيقيه. مشكورين الناس كل كانت هذه التور دو تابل.